اهم مستند في الاستيراد هو بوليصة الشحن، لانها هي عقد الملكيه اللي نقلها المصدر الى المستورد من خلال الناقل، والبوليصة بتتبعت من خلال البريد السريع زي ارامكس او فيديكس او دي اتش ال. والبوليصة عشان هي مستند ورقي فمعرضه انها تضيع في الطريق وما توصلش للمستورد، او ممكن تضيع من المستورد قبل ما يسلمها للتوكيل الملاحي عشان يسحب اذن التسليم، ودي تبقى كارثه. وحلها انه يقدم خطاب ضمان بنكي بمثلي قيمه البضاعه لمده سنتين، يعني ثمن الشحنه اضربهم في 2 يفضلوا متجمدين ما يعرفش يستخدمهم لمده سنتين. وبسبب خدمه البريد السريع تفقد التجاره العالميه اكثر من 5 مليار دولار في كل سنه دون احتساب الوقت الضايع في النقل، ده غير كميه الاشجار اللي بنخسرها بسبب صناعه الورق. مع استخدام كارجو اكس هيكون ارسال المستندات اكثر امانا وارشفته مجانا باستخدام خاصيه البلوكشين. عاده بتستغرق البضائع باستخدام خدمه البريد السريع من 5 إلى 10 أيام، ويكلفك حوالي 100 دولار لنقل المستند الورقي من المصدر الى المستورد، لكن مع البلوكشين يتم تحويل الملكيه من المصدر الى المستورد في 20 ثانيه بس.